ضخت وزارة التموين عدداً من السلع التموينية والغذائية والخضار واللحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين. هذا ولقيت المجمعات إقبالاً من الجماهير الذين عبروا عن رضاهم بالمنتجات والأسعار. بالنسبة للسلع طبعا متوفر كل السلع التموينية في المنظومة من زيت وسكر ودقيق وملح وجبن ومكرونة، كل السلع التموينية متوفرة كميات كبيرة ونضخ يوميا للمواقع. بالنسبة للسلع باقي السلع في قلب السوبر موجودة كلها بكميات كبيرة جدا، احتياطي مثلا ما يقلش عن 6 شهور البضاعة اللي موجودة كلها موجودة بكميات، بيتم ضخ اي سلعه بتنقص بسرعه جدا، ما الدواجن اللحوم الخضار الفاكهه كل ده متوفر برضو بكميات وباسعار اقل من اسعار السوق بحوالي من 25 ل 30%. باخد تموين واشتري اللي انا عايزه وبراحتي وما فيش اي مشاكل، والحمد لله الامور ماشيه بمرض الله. الأسعار هنا كويسة، وبالنسبة للصابون ب10.5 جنيه القطعة فسعر معقول، ومعظم الحاجات الموجودة هنا أسعارها كويسة. أيوة البيض ب150 والمكرونة ب13 وأهي لحد ما يعني ماشية كويسة. باجي الاقي الحاجه متوفره كتير، اسعار مناسبه، اما تروح هنا كمان حتى اطباق بيض بسعر مخفض عن الاسعار الخارجيه، الطبق حوالي 150 جنيه واسعار الزيوت كلها متاحه، صرف التموين كل السلع موجوده. بينزل لي عجل او عجلين حسب ما انا عايز كل يوم، في المواسم بينزل لي 3 4 عجول برضه ما فيش اي مشكله حسب الكميه اللي انا عايزها والكميه المتاحه، واللحمه الموجوده لحمه سوداني طازه فريش، والسعر عامل 285 جنيه واي حاجه زبون بيحتاجها بنديها له ما فيش اي مشكله خالص. باجي بلاقي لحمه كويسه وموجوده كل اللي انا عايزاه باخده، ان طلبت اي حاجه بيديهاني بصراحه يعني. جيت صرفت التموين فردين، خدت 2 مكرونة و2 سكر و2 زيت وواحدة ماجي، والدنيا هنا كويسة، وحتى البيض بره ب180 جنيه، أنا هنا لقيته ب150 جنيه، فالدنيا هنا أريح كتير من بره. أنا باجي هنا التموين باخد حاجتي تمام، كل حاجة تمام، السكر ب12 جنيه و60، المكرونة ب7 جنيه 75، جاتمان هنا كويسة أجي من السوق شوية أنت فاهمني، وحاجات هنا ممتازة وخامات جيدة. افتتح رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة بعد تطويره وتحديثه في إطار خطة تسويقية وفقا لأحدث آليات التحول الرقمي ومعايير الثورة الصناعية الرابعة. احنا بنفتتح
المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات بعد تطويره، وحضراتكم شايفين مدى التطور اللي حل بهذا المكان شكلا وموضوعا. والحمد لله رب العالمين، احنا هنا بنعرض منتجات مصنع الإلكترونيات وشركات القطاع الخاص المتعاونة مع مصنع الإلكترونيات، وكمان بنعرض بعض منتجات للغير. احنا الحقيقة منفتحين تماما على كل ما يصنع الإلكترونيات في مصر. والحمد لله رب العالمين، اقدر اقول ان المركز الرئيسي لمصنع الإلكترونيات هو مركز لكل شركات مصر، يعني وده يدل على السياسة اللي احنا بنتبعها في الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كل الشركات المنتجة في مجال الإلكترونيات وغير الإلكترونيات. المصنع بيقدم معظم الأجهزة الإلكترونية، بيوفر كل احتياجات البيت المصري من الأجهزة، يعني خبرة طويلة جدا من أول التلفزيونات لكاميرات المراقبة، أجهزة الحاسب، اللابتوب، التابلت المحمول، الأجهزة المنزلية، المكنسة، المروحة، المايكرويف، الكاتل. أهم ما بيميز منتجاتنا طبعا الجودة رقم واحد، ثانيا طبعا إن احنا بنقدم أفضل تكنولوجيا موجودة في السوق واللي بتدعم الذكاء الاصطناعي، وده بيحاكي التكنولوجيا المعاصرة. جميع المنتجات عندنا بيبقى عليها ضمان أكتر من سنتين، وده بيأكد للعميل بتاعنا جودة ومنسوقية منتجاتنا. يكفي إن هي منتجات مصرية، يعني المنتجات بتاعتنا بتاعت مصر، والمنتجات على فكرة ممتازة كويسة جدا، العرض بتاعها حلوة قوي قوي، فيها كل اللي محتاجها ست البيت بخصومات حلوة. المنتجات ممتازة جدا وأسعار فيها خصومات جامدة جدا. هنا الصناعة كويسة والمراوح صناعتها كويسة جدا، صناعة طبعا مصرية طبعا الهيئة العربية للتصنيع. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وجذب الاستثمارات لتعزيز التنافسية الاقتصاد المصرية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي. عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ورشة عمل موسعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية حول الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، والتي تضم 42 فرصة استكشافية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ودلتا النيل والصحراوين الشرقية والغربية، وأربعة اكتشافات غير منمى بالبحر المتوسط، و15 فرصة في مجال استغلال الحقول القديمة والمتقدمة بخليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل. وضمت ورشة العمل لفيفا من كبار رجال الأعمال المصريين وقيادات قطاع البترول. استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين جهود ومساهمات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في قطاع الوقود الأخضر تحقيقا للرؤية الاستراتيجية الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر، التي تشمل إقامة أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء أنتجها المشروع للخارج. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس. أنهت البورصة المصرية أولى جلسات شهر أكتوبر بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5,300,000,000,000 جنيه، ربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2,201,000,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 88% ليغلق عند مستوى 31,000
1866 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 7615 نقطة. صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 10833 نقطة. في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط ارتفاعاً وسط نمو ضعيف للطلب العالمي واحتمال زيادة المعروض في السوق. أما صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر بنسبة 18% إلى 71.83 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 16% إلى 68.28 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.25% تصل إلى 2.10 دولار للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.21% لتسجل نحو 2.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد أند بورز الائتمانية أن قطاع التصنيع في روسيا سجل انكماشا خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا أول تراجع له منذ 28 شهرا نتيجة ضعف الطلب وتعطل سلاسل التوريد ونقص المواد التي أعاقت عمليات الإنتاج على مستوى روسيا.